صباحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في حلقتنا اليوم من برنامج ديربي. حلقتنا اليوم يعني هي الأخيرة في هذا الأسبوع ونتوقف للراحة. راحتنا تغيرت شوية هالأسبوع ثلاثة وأربعة بسبب طبعا جدول الدوري. نسعد دائما بتواصل الأخوان ومشاركاتهم معانا. اليوم حلقتنا بنتكلم عن مباراتي الدرجة الأولى وأحداث هاتين المباراتين وأيضا مواضيع أخرى منوعة. نرحب بضيوفنا ومحللين متواجدين معانا، على اليمين الحارس الدولي السابق والمحلل الرياضي الكابتن صلاح مرزوق، بجانبه اللاعب الدولي السابق وأيضا محلل رياضي الكابتن عبيد منور، على اليسار العضيد مبارك الدوسري، وآخر الحضور أخوي العزيز سلطان فرحان اللاعب السابق وأيضا مدير قطاع الناشئين في نادي خيطان. حياكم الله يا اخوان، حياكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير ويا اهلا ومرحبا فيكم. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا راح تكون واضحه على الشاشه. نتمنى ان شاء الله نعطي اكبر عدد ممكن من الاخوان اللي ما اسعفهم الوقت انه يتشاركون معنا في حلقه الامس او حتى اول امس، ان شاء الله اليوم يكون هناك متسع اكبر من الوقت لهم للمشاركه معنا. اللي حاب يتواصل معنا عبر وسائل التواصل، نشكر ايضا من قام باضافتنا سواء في حسابنا في تويتر او حسابنا في انستغرام او حسابنا ايضا في اليوتيوب. نسعد دائما باضافتكم لنا وتواصلكم معنا عبر وسائل التواصل الثلاث. نشكر رعاتنا وداعمينا كالعاده، كيويت تريد مشكورين، وحسابهم في تويتر موجود على الشاشه اللي حاب يتواصل معاهم. وايضا الشكر لبن العميد، بن العميد حساب اداره الضيافه ورقم التليفون ايضا موجود على الشاشه. مشكورين يا اخوان في بن العميد، موجود عندهم فرع 24 ساعه. شكر لمطعم سيام يسطه، ايضا رقم تليفونهم حسابهم في الانستغرام لتلبيه طلباتكم، موجودين الاخوان في ايضا موقع طلبات اللي حاب يتواصل مع الاخوان في سيام يسطه. الشكر لاطياب المرشود، ايضا طياب المرشود عندهم ايضا رقم تليفون وعندهم خدمة التوصيل ايضا من الخدمات اللي تقدم لتلبية رغبات عشاق طياب المرشود من بخور ودهن عود والامور الخاصة فيهم. الشكر لكنافو عجين، مشكورين الاخوان في كنافو عجين، ايضا رقم تليفونهم وضيافتنا دائما من عندهم الله يعطيهم العافية. شكر لمطعم التسيمو، احدى شركات ايضا كيو اي تريد، وشكر لدير اندير ومعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفو زيوس في الكويت. كل الشكر للجميع الله يعطيهم العافيه. نبدا حلقتنا اليوم باول تقرير في حلقتنا خاص بمعرض، المعرض اللي تكلمنا عنه قبل يومين وافتتح يوم امس الاحد، معرض كره القدم الكويتيه تاريخ وانجازات. المعرض طبعا افتتح في صالة المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداء في ضاحية عبد الله السالم. زميلنا خلف العنزي حضر افتتاح المعرض وعدنا التقرير. لكل من عمل لهذه الأرض، وشكرا لمن كل أدى خدمة لهذه الأرض، وشكرا للقادم. واليوم القادم ترى مهم جدا، نبي النفوس الطيبة ونبي التلاحم، نبي كل شيء مع بعض، ما نبي اتحاد قديم واتحاد جديد، نبي القديم مع الجديد، نبي ايد بايد ونحط ايدنا ونروح سيدي صاحب السمو وسمو ولي العهد والحكومه الرشيده وكلكم الشعب الكويتي مع الرياضه الكويتيه. راضي عن صورتك محمود؟ والله حرتني صوره، ولا كشعر الحين ماكو شعر. شو تقول عن المعرض؟ والله صراحه جيت كبير جبار، انا اشكرك على كل واحد حط له سطر ولا صوره ولا اي شيء بالمعرض هذا اللي وثق
يعني زمن ربعنا وجيلنا كله، مو بس لاعبين، جيل الجمهور، جيل الإدارة، جيل المدربين، جيل الحكومة، جيل الإعلام، كل جيل كامل شارك بالانتصارات هذه. لابد وأن نتذكر الأجيال السابقة التي بنت وأسست للرياضة الكويتية. أرجو أن تكون هذه رسالة لنا كلنا كمواطنين أولا ورياضيين ثانيا وإعلامي بشكل عام. أرجوكم أرجوكم كل الرجاء، هذه رسالة لنتسامح ونتسامى على كل ما في أذهاننا من خلافات، ونقول الكويت هي الباقية. شغل عدل وتوقيع. بغيت ابصم صراحه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء انا قاعد اقول لك اللي قايمين على المعرض هذا امانه يشكرون، يعني يشكرون مو على المجهود اللي باذلينه، ويشكرون ان قدروا هالجيل هذا اللي قدم شيء حق الكره الكويتيه، التقدير وهذا ومجهود، يعني انا اعتقد بمجهود شخصي، انا اعتقد من هالمجموعه هذه، فاشكرهم وارجو من الهيئه العامه للشباب الرياضه ومن المسؤولين في الدوله يعني تكريم هؤلاء اللي قاموا على هالمعرض هذا امانه. معرض كرة القدم الكويتية تاريخ وإنجازات، حقيقة احنا توقعنا من البداية ان المعرض ان شاء الله راح ينجح، لان تم تخطيط المعرض من قبل اشهر عديدة، وبعدين عرضنا مقتنيات نادرة، مقتنياتنا الشخصية. الحقيقة يعني كان فكرة المعرض تكريم هذا الجيل، الجيل اللي فعلا حقق هذه الإنجازات اللي حفرت في ذاكرة الوطن، هذه الإنجازات الحقيقة اللي قاموا يتناقلونها الكويتيين جيل بعد جيل، هذه الإنجازات اللي يفتخرون فيها الكويت في كل مكان وزمان حقيقة. لذلك أنا سعيد في أن يعني هذا المعرض لاقى يعني استحسان وقبول هؤلاء الرجال، أنا أسميهم الرواد، اللي فعلا حطوا يعني اللبنة الأولى والأساسية لكرة القدم في الكويت. شكرا اخوي خلف، شكرا للاخوان القائمين على المعرض، شكرا للحضور اللي يعني تعنوا وحضروا للمساهمه في نجاح هذا المعرض، من الجيل الذهبي، من الجيل الذهبي من لاعبين، من اعلاميين، من مسؤولين، فكل الشكر لهم. ابو بشاري عندك تعليق على المعرض؟ والله انتم قاعد تسمونه معرض، انا اللي قاعد اشوفه ان هذا تراث المفروض نحافظ عليه. نعم. والخمس ايام مو كافيه انك معرض بس أشوفه. أنا وجهة نظري المتواضعة أن المقتنيات هذه تكون موجودة جناح من أجنحة الأستاذ جابر، تكون موجودة دائمة، مثل ما احنا نروح أوروبا وندش ملعب ريال مدريد نشوف مقتنياته وتاريخه. صحيح. ملعب برشلونة أقدر بالشيء الجميل اللي شفناه، تراث هذا. صحيح. هذا تراث، ويمكن مع المدة يندثر إذا ما في. نعم. هيئة تحافظ عليه. صحيح. الخسارة تعم الجميع، والشيء الجميل انك نشوف العمالقة اللي ابتعدوا عن الرياضة وطلعت اجيال مختلفة تماما عن العمالقة السابقين، انه يكون متواجدين، لان هذيل ذخر لنا وهذيل احنا. صحيح. اللي تعلم منهم. صحيح. وبالعكس شيء جميل. ابو حسن. ابو سعود، شيء مفخر اللي قاعد نشوفه اليوم. هذا مثل ما قال أخوي بومشاري تراث. أنت قاعد تشوف الأشياء الموجودة يعني كتاريخ المنتخب الكويت، كتاريخ لدولة الكويت، قاعد نشوف التيشيرتات المنتخبات الأوروبية، يعني شيء نادر، يعني نشوف منتخب ألمانيا 74، نشوف بالستينات، نشوف الصور،
أنا كلامي أيد أبو مشاري، يعني هذا المفروض يكون يعني باستاد جابر، يعني أنه هو يمثل دولة الكويت، فشيء هذا وأنا من وجهة نظر أنه يا ليت يعني يكون مفتوح المعرض هذا على الأقل لو شهر، لأن الأمانة شيء يعني شيء مفخرة ويشكرون عليه كل من 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 قام على هالمعرض. قبل أروح حق الإخوان، أخونا عبد العزيز الصعب يقول نبي عنوان المعرض. عنوان المعرض يا أخوي عبد العزيز: صالة مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في ضاحية عبد الله السالم، صالة العدواني عفوا. أيضا أخونا حسن الإبراهيم من المملكة العربية السعودية الشقيقة يقول الله على أيام جاسم وفيصل وكرم، مع أنها أيام كنا نهزم فيها من المنتخب الكويتي لكنها عالقة بالذهن بصوت العم خالد الحربان، يسلم عليكم الوالد ويقول لكم شكرا، رجعتوا 30 سنة وراء. مشكور يا أخوي حسن، تحياتنا لوالدك الكريم والله يعطي الصحة والعافية وطولة العمر وسلم عليه سلام خاص، وهلا هلا فيه، هلا هلا بالوالدين عاد يا حسن، هلا هلا بالوالد. أبو محمد تعليق عنوان على عنوان الصالة، عنوان المعرض صالة العدواني قبل محطة البنزين، مكان واضح. لغاية يوم الخميس صبح وعصر الكل يقدر يحضر، البعض يقول ها لا، الكل مفتوح المعرض للجميع والإخوان موجودين هناك بشكل مستمر. البعض يقول من وين هالمقتنيات؟ هذه من شباب الكويت، مجهود شخصي، خالد شكر الله، مع الرشيد الحيان، راشد الحيان، فهد العبد الجليل، فاروق العوضي، أسماء كثيرة، يعني كل واحد جاب ساهموا وجابوا. البعض يقول من وين؟ عبيد يسأل تحت له من وين له؟ ناس تعنوا، ناس ذباحة راح ما أدري وين، دخل مزايدة، دفع فلوس، راح يعني مثلا في تشيرت مال فليطح، لا فليطح في كاس العالم 82، يقولون الشباب أنه تبادل الفنايل مع بلاتيني، بلاتيني باع أعتقد تشيرت أو قدمه أو شيء وسوى عليه، فواحد خذاه وعطاه الشباب أو الشباب شوف شلون وصلنا من فرنسا جابوني. فهذا أمر صراحة يعني هذه مفخرة، يعني أنا اليوم الشيء المميز ترى في المعرض شنو عبد العزيز؟ والله كل شيء مميز، كل شيء، بس من أميز الأشياء المميزة لغة الكبار، يعني لما خالد الحربان يتكلم الصوت الجهوري العالي المشتاق المحفز ويجمع ولا يفرق، مسند أبو مشعل كذلك يجمع ولا يفرق، الأجمل كذلك الله يطول عمره جاسم يعقوب وحمود، شوف حتى شيء سوالف والله كبر بس قبل هالشعار لا حمود لازم تصبغ يا أبو حمود. وأنا سعيد صراحة أني شفت العمام صراحة، وشفت عبد العزيز مطوع النائب السابق، شفته موجود، هذا أنا سعيد لأنه الرجل قدم أمور كثيرة لمصلحة الرياضة لما كان عضو مجلس، وكان متواصل مع الإعلام أبو سعود وانت أدرى مني بشكل كبير، وكان متجاوب وكان في خدمة الرياضة بالإضافة إلى خدمة، كان له دور كبير بالاحتراف، الله يطول عمرك. وعلي تعليقك على المعرض؟ صراحة شيء يعني مفخر لكل الشعب الكويتي قبل الرياضيين، ولا زيد على كلام الشباب شيء، يعني مفروض الموضوع هذا يكون خلاص يعني معرض دائم الكويت عبر الأجيال، يعني ما نقول الجيل الذهبي الكويتي، يمر بالأجيال اللي بعدها عشان ما نظلم أي شخص مثلا لعب أو مثل الكويت أو توج باسم الكويت، ونخلي المعرض دائم إن شاء الله. والفكرة طيبة ومشكورين وما قصروا الشباب. أخونا خالد سعد الله ترى مو شكر الله، خالد سعد 60 نعم اللي هو بس توضيح، خالد سعد الله اللي هو المميز صاحب نايس أكاونت نايس كويتي اللي منتشر في كل شيء، حاط الكويت يعني كل الأشياء القديمة. أنا آسف يا أخوي خالد والله يوافقك. بسعود أعتقد مأجرين الصالة هم ولا لا ما تعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يعني قدموا الأمر كنوع من المساعدة ودعم. نتمنى الهيئة لأية يعني أشوف أن الهيئة العامة للشباب رياضة يعني أن لو يمسكون يكون يعني داعمين لهالمعرض هذا أنا أشوف أنه أفضل. احنا شفنا فكرة ممكن من الكابتن طواري مدلول الأخ العزيز بناصر، ممكن سوى تشيرتات على تذكارية حق كل نادي أو منتخب أو شيء، يعني ممكن منه ما استانس فينا لما تشوف اللاعبين القدامى وتصور وياهم أو شفناهم، فيعني فني لا ونسيتهم، فما بالك معرض يتم طول الموسم أو طول السنة موجود. عموما احنا أخذنا رأي الدكتور حمود فليطح ونشكر اللي ايضا حضر لافتتاح المعرض، خلينا نشوف شنو قال الدكتور حمود فليطح، وعندنا ايضا
في تصريح اخر مختلف شويه لكن دمجناهم مع بعض عشان نناقش الموضوعين مع بعض. اخونا العزيز العم عبد الرزاق معرفي عضو مجلس إدارة النادي العربي، خلينا نشوف شنو قالوا. اعتقد رضا معرفي اذا ماني غلطان ولا لا؟ لا عبد الرزاق معرفي. نروح نشوف شنو قال الدكتور محمود فليطح وشنو قال العم عبد الرزاق معرفي. كنا نتمنى يكون الهيئة لها دور في المعرض هذا لأنه معرض مميز للأمانة. والله احنا الهيئة العامة للرياضة قمنا بدور الحقيقة، ولكن هذا الدور احنا حطيناه في الإطار القانوني والسليم. احنا شاركنا في بيت العثمان في الموجود في حولي، وفي سكشن كبير للمتحف الرياضي يرتاد يوميا مئات الطلبة الكويتيين ومئات ضيوف الدولة، واتمنى ان يكون هذا المعرض امتداد له. يعني ما يصير كل واحد يسوي له معرض خاص ويقول انا اللي عندي وغيري ما له شغل. فاحنا نتكلم في اطار قانوني واطار اللي يمشي مع سياق الدوله. بيت العثمان يعتبر متحف مسؤول عن الدوله من خلال الديوان الاميري، احنا شاركنا في جانب فيه وتقدرون تروحون تشوفونه وتشوفون المقتنيات الموجوده فيه. انا اطلب من الاخوان المساهمه في هذا الامر، إذا يهمهم أن أكبر عدد من الناس يشوفون هذه المقتنيات أعتقد أن هذاك المكان مناسب. هذا المعرض سيقام اليوم وبكرة وتسكر بعد ما تشوف المعرض، ولكن بيت العثمان يوميا الطلبة وضيوف الدولة موجودين فيه. أنت بتسوي شيء سوي شيء قانوني، حتى اللي يروح يمثل النادي يكون على سند قوي مفوض من مجلس الإدارة. فوجئنا بهذا الاجتماع وبهذا اللقاء ولا عندنا شيء، وكل واحد وهذولا يبون ينقون. انت تنقي عضو عندي؟ انت ما تنقي، انا اللي انقي من الشخص اللي يمثل النادي ويتكلم باسم النادي. يجب ان يكون لما يروح يشرف النادي ويعرف. ايش رايك الحين واحد يروح بيمثل ما يدري، ما عنده جدول اعمال؟ ما يصير هذا، ما يصير. واللي بيروح هو من غير سند قانوني خلي هو يتحمل اللي راح يجي. العربي من غير محترفين عمي بيمشي حاله؟ والله ترى مو دائما اذا ما تجيب محترف يشيل الفريق ما منه فايده، لكن تجيب محترف يكون عبء على الفريق. احنا الحين صار لنا كم سنه؟ صار لنا يمكن اكثر من 12 سنه نجيب محترفين، عبء مالي وفني علينا ولا قاعد يقدمون. انا اعتقد هذول الشباب اللي لعبوا هالثلاث اربع مباريات يبشرون بالخير ونامل ان شاء الله. طبعا هما موضوعين مختلفين، لكن ما احنا يعني قاعد نتكلم عن موضوع المعرض. ابي تعليقكم على حديث الدكتور حمود بوشار. والله شوف انا الحين قاعد اشوف التقرير، يعني ما حط بنيتي بس تعابير وي بوضاري تحس انه في غصه، انه كان انتم اشتغلتوا ما خليتونا نشارك معاكم ولا هذا. بس انا وجهه نظري يا بوضاري، انتم المقام الكبير، انتوا الهيئه، انتوا تمدون ايدكم للشباب وانتوا تاخذون منهم الافكار والمواهب وانتوا تفرشون لهم كل شيء. هم محتاجينكم، هو بدل لا يروح ياخذ لقاعة وكذا، هذه الامور كلها متوفره عندكم. دوركم انتوا اللي تروحون لهم. كفايه هم الحين ولعوا لمبه، يعني احنا كشباب عندنا الكثير. دوركم كهيئه انه تحضرون هالشباب. لا بس ما يصير كلامك، ما في وضح لي ليه. لا ما يصير انا اروح لهم يلا يا تعال دوره هو. لا لا لا, لا دوره هو كهيئه في شيء صح الرياضه بالكويت، في شيء صح دوره هو عنه صح، في شيء خطا نقول عنه خطا. وجهه نظرك. الحين الشباب بيسوون معرض، اروح حق الدكتور اقول له يبغى كذي 1 2 3 اعرض الفكره يعني. اعرض الفكره صحيح. والله الدكتور يقول لهم يا جماعه ترى في بيت العثمان معرض، احنا نقدر نحط لكم مثلا قاعه ثانيه عند بيت العثمان مثلا وتحطون فيها مقتنياتكم مثلا، او يشيل المقتنيات اللي موجوده ونحط سكشن خاص لكم وبعدها راح نضيفه على بيت العثمان. زين، هل هذه الفكره مالت الشباب؟ ما يصير انا اروح لهم اقول لهم يا جماعه تعالوا تسوون معرض. هذه الفكره مالت الشباب، هل هي طلعت بيوم وليله؟ هذا اكيد في اكيد لها تحضير ولها كذا، وانتم كهيئه عارفين في شباب قاعد يحضرون حق كذا كذا. انت دورك تنزل من البرج العاجل اللي عندك، انزل تحت، انزل تحت وامسك الشباب، انت طلعهم معك، انت تطلعهم معاه. مشاري هو ما يدري، قالوا له امور مثل هذه. امور قصدك طالعه بالاعلام بومشاري مثلا؟ اي تحضيرها صار لها فتره،
ما صارت بيوم وليله. هو شوف ابو محمد شنو تعليقه؟ قلت تقريب من الاخوان. انا اقول لك هو في تضارب ترى، يعني مثلا الحين موضوع ابو مشاري اليوم، انا اذا انا كشباب اللي موجودين اللي قدموا الان اللي قدموا هالمقتنيات يعني يقول لك انا ليش اروح اوديها مثلا ردا على ابو ضاري؟ ترى ابو ضاري معاه حق وهم معاهم حق، يعني ما انا ما ارن في شخص مخطئ. ابو ضاري يقول فيه تبي ندعمك في بيت العثمان، الشباب يقولك لا انا ابي المقتنيات لي، بكره يخلص المعرض ابيها ترد. اتوقع يعني هذا اللي انا قاعد اشوفه، ابيها ترد لي ممتلكات. لا لا ليش؟ لا ليش ما يصير؟ ليش مسوي معرض؟ ليش مسوي معرض؟ انا مسوي معرض عشانك انت وغيرك. عشان شنو؟ الحين برد اسمع خلي اعلق. لا لا ما خليه يسمح لي راشد الحيان. اسمح لي انت. امون عليه ويمون علي وحتى مع الرشيد والاخوان. انا اليوم مسوي خطا يقول خطا. انا لا لا اسمع خطا علي لما اقول لك اعطيك رايي علق. انا اليوم بسوي معرض عندي مقتنيات. أوكي. ما ابي اوديها بيت العثمان، انا بيها عندي. وبعدين نفس. خلص المعرض وين بتوديها؟ ابيها عندي انا ببيتي. ها هيك البيت يعني شطم. لا 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 بيتك راشد الحيان. لا لا بطل الباب افتح المعرض بشوف. لا 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 تجيني ولا تشوفك عيني. ما يصير. ابيها عندي انا ابيها. قصدك سنوي؟ هذه لا لا هذه سنوي. سنوي انا هذا لا حد يجيك المعرض. لا 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 حد يروح. لا 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 هذا شوف هذا كلام مو معقول. انا هذه ممتلكاتي. اسمعني انا تعنيت. انا تعنيت. لا مو صحيح. مو صحيح. حط طول السنه. لا لا مو بكيفك. انا مو هذه مو هذا الرجال قاعد يقول. هذا الرجال قاعد يقول لازم كل سنه. الرجال قاعد يقول هذا رايه كيف. لحظه انا عندي انا بوضح لك. انا عندي مقتنيات اصورهم واحطهم. بوضح لك انا بوضح لك بالسوشيال ميديا. انا عندي مقتنيات بروح بحجز لي صاله وبالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافه والفنون جزاهم الله خير وبحطها لكم الاسبوع في السنه في كل ستة اشهر. انا بي هذه مقتنيات. خلاص روح ارض المعارض. انا تعنيت. روح ارض المعارض. والله روح ارض روح ارض المعارض. روح ارض المعارض. والله صح. انا اليوم هذا ملك. والله روح ارض المعارض. روح ارض المعارض. بس انا وين خلص. انا قاعد ابيعه. راشد الحيان روح ارض المعارض. قاعد يبيعه. ما له شغل. ما له شغل. شنو الهدف؟ شنو الهدف؟ انا الهدف اني انا بقول لك انت يا مشاهد يا مشجع ترى عندي مقتنيات تشوفها وبعدين استمتع فيها وبعدين خلها عندي. هذه انا مقتنع. انا تعنيت عليها يعني خالد سعد. يا الحين لحظه 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 خالد سعد الله معلومه لك. خالد سعد الله معلومه لك في كل مكان حط. هذا انت اللي مو بالفزع. انت لحظه مو فزع. احنا الحين في طلبه قاعد يدرسون بامريكا ولندن وايطاليا وفرنسا. ما حضر اسبوع. ما حضر الاسبوع. استانس يبي يشوف هالمقتنيات شو يسوي؟ يروح يطق الباب على معين رشيد. بطل الباب لو سمحت ابي اشوف المقتنيات اللي عندك. هذا انا مقتنيات ملك خاص. حلوه هذه. هذا ملك خاص. انا مسافر الدوله الفلانيه وشاري هذه بيها عندي الحمد لله. وش بس تفرق يا ابو محمد؟ هذا ابو محمد كلام الدكتور محمود فليطه صحيح. انا قاعد اقول لك انا توقعت انا توقعت. شوف يوم كلمت الاخ راشد على الهواء توقعت انهم رايحين حق الهيئه وردوهم الهيئه صراحه. بس على كلام الدكتور حمود واضح يا جماعة ترى مو معنى هذا أن لازم يكون في خطأ وصح. لا لا هذا صح وهذا صح. لا لا أنا كيفي مقتنع. محمد إحنا أنا محمد إحنا بنتكلم على المصلحة العامة بالآخر. شكل عام شكل عام المصلحة العامة. لو هم قعدوا على طاولة واحدة راح يصير في تنازلات. ضروري يصير في أفكار جديدة. أكيد أفكار. أنا واحد من الناس ما أيد أن هذه الشغلات. الطاولة الواحدة رافضها الآن. أنا هذه الشغلات ما أيد أن تكون. لا لا كلمة لا لا رافض يقول لا ما يروح لهم. أنا ما أيد من برجك العادي رافضها الآن. أنا مو مأيد أن تكون متحف العثمان. لأن متحف العثمان شامل كل الألعاب. هذه الشغلات تخص كرة القدم. هذه لها مكان خاص. خصص لها مكان. فتحفظ حتى اللاعب لما يكون مميز مكان الخاص لاعب كرة القدم. ملعب كرة القدم صحيح عرفت صحيح. المقتنيات هذا هذا موضوع ثاني. هني مش قاعد نقول لك هم يقعدون لا لا هذا اذا انا عندي مقتنيات بحتفظ فيها بخليها عندي. مثلا اعطيك مثال نفس حسين البلوش الله يذكره بالخير. تبي تمر حياك سرداب. نعم عندي متحف سرداب موجود. نفس خالد سعد الله اعتقد اذا ماني غلطان عنده مكان. تبي حياك تعال شوف. لا هذا هذه ممتلكات. هذه ممتلكات انا تعبان عليها. لا لا معليش انا اروح سلطان ابو علي ما يصير. انا اليوم اروح اشتري واتعب وتبيني بكره اقدم عندي انا بفتح بالاخير لبته. مريت مريت مكان خاص شفته شفته بالاخير. انا هذا المقتنيات لي انا لمتى بعيش لمتى بس تعجبني وصف اورثها وصيتي. اذا هذه انا هذا موضوع اسلمها اورثها اسلمها الحكومه هي اللي تديرها. لا لا احترامي لما انا الحكومه هي اللي تديرها هي اللي تقدر تحافظ عليها. ابو مشاري ابو مشاري ابو سعود انا وجهه نظري يعني انه من كلام الدكتور محمود فليطح واضح حتى الاستغراب يعني ان يعني على قولت ابو مشاري في غصه انه ما حد كلمه. إيه؟ انا للامانه ما ادري يعني الموضوع انه كلموه ما كلموه بس من واضح من كلامه انه ما حد كلمه. الشيء هذا انا اختلف جزئيه واحده اللي هي المتحف العثمان.
مثل ما قال ابو مشاري المفروض يعني على الاقل تكون باستاد جابر. استاد جابر اتوقع انه في 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 اماكن يعني يحطونها فيها، يعني على الاقل كل مباراه دوليه او نهائي انزين، على الاقل الجمهور لما يدش انزين يعني تكون مع الملعب، لان كره قدم فتكون على ملعب استاد جابر. صحيح، هذا شيء. الشيء الثاني اللي يقول عنه ابو حمود، يعني مع احترامي ابو محمد، بالعقل يعني ما يصير. يعني انا مثلا اروح اتعنى واشتري مثلا او التيشيرتات، انا مثلا رحت الديره الفلانيه وخذيت التيشيرتات بس اني اعرضها اسبوع وردها لي مره ثانيه، عندي معرض. شنو الهدف فيه؟ عندي معرض. لا لا المعرض. لا مو معرض، كان اعطيتك مثال. لا لا هذا غير محمد. الله محمد 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 لحظة تفرد، وين معرض؟ أقول خالد سعد الله عنده معرض. أنا شايف تمرير مرة عنده معرض. حسين البلوشي، حسين البلوشي بيته، حسين بيته. روح أي وقت يقول لك بيته. صح، بس خلاص أوكي. سو كذي، سو هذا اللي قاعد أقوله. سو نفس حسين، ما قلنا شيء. في شوف، في مقتنيات عندي نسبة كبيرة خلي لها معرض، بس أنا عندي اسمع عندي البعض أنا محتفظ فيها. شوف يا والله رايح أشتري وأتعنى وأعطيك إياها. ليش نلغي دور الدولة؟ ليش نلغي دور الدولة؟ لغوا دور الدولة، لازم تدعم. بنروح حق فاصل، لكن قبل الفاصل النقطة اللي ذكرتها يا دكتور في محلها، ما يصير كل واحد يسوي معرض ويقول والله المعرض خاص. هذا دورك يا دكتور. لا والله الآن عندك، لا والله يصير خلا خلص عندك الآن يا دكتور مني لشهر 4 و5 نهاية كأس حضرة صاحب السمو أو نهاية كأس سمو العهد، بالتأكيد راح يقام في الساد جابر، وبالتأكيد راح نتشرف كرياضيين بحضور يا سمو الأمير يا سمو العهد. فاليوم عندك من الآن لغاية هالفترة عندك 3 متاحف، إذا فعلا الأخ خالد سعد الله عنده متحف، أنا ما أدري، لكن إذا عنده متحف عندك حسين البلوشي، عندك متحف العثمان، أخذ المقتنيات اللي فيها، وطبعا المعرض اللي سووه الأخوان أخذه ورتب لهم قاعة محترمة في الساد جابر تنحط فيها المقتنيات، ولما يصير نهائي كأس الأمير أو كأس سمو العهد يتم افتتاحها رسميا بحضور يا سمو الامير يا سمو، واعطيهم حقهم، حط المقتنيات اكيد داد اشخاص بسعود بسعود عشان بس لما يقعدون طاوله واحده اكيد راح يعني راح يتفاهمون على المواضيع هذه. نعم ترى كلام مبارك هم صح، انا ما يصير اني اروح انا واشتري واخذ واتعب اني اجيب المقتنيات هذه. اي يعني لما اقعد انا مع مثلا ممثل الهيئه الدكتور حمود، اكيد يعني الدكتور حمود ما راح يمانع انه يقول مثلا راح احط كل واحد يعني واسمه. صح 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 ولا صح؟ اكيد ما راح احط التيشيرت باسم هذا لان معروف التيشيرت هذا صاحب منه لوحه اعداء. لو يقعدون يعني على كلام محمود، هم لو يبادرون يقعدون اتوقع ان انه راح ياخذون حقهم. تم تنحط لوحه اعداد مثل لوحه اعداد. لا لا لما ينحط عندك متاهه لما تنحط الصوره او ينحط التيشيرت يكتبون مثلا قميص النادي العربي سنة 1979 مو دائما اهداء من مثلا الشخص او لوحة اسامي للمؤرخ راشد الحيان. صح بس محطوط او اساميهم ترى في نقطة ثانية. شوف حسين البلوشي موافق ما عنده مانع، بس في واحد ثاني تعنى لا يبا انا ما ببيع عندي ببيتي. رايح بعد شفته اي اوكي حتى حلالي بتاخذه بعد. انا رايح متعني بشتري بخلي عندي ببيتي وبفتح لي معرض في سردابي كيفي راي. هذا امر شخص خاص فيني، شيء متعه تعني. نعم وانا استمتع كل يوم بشوفه بقعد استانس لما استقبل العالم استقبل ربعي. اوكي اوكي فتحت الله يجزاك خير. هذا اللي رافضه. لا بس مو اخليها بغرفتي ولا اخليها مثلا داخل حتى لو لحظه لحظتك حتى لو اخليها بغرفتي توش عليك وش اللي حالك؟ مبارك مبارك مدام انت بادرت. مبارك مدام انت بادرت سويت بالتيشيرتات الثمينه يعني منتخب الكويت او منتخبات اوروبيه قديمه. الاشياء هذه المفروض يعني المفروض انها تكون حق الرياضيين عامه يعني حق الشعب الكويتي كله يعني انه يجون حتى السياح طلبه شيء يعني شي ثمين يعني. طيب يا ابو محمد ما يصير اني انا احجره واحطه ببيتي. طيب ابو محمد دقيقه والله تاخرت على الفاصل بس انا بختم يعني ما عندنا تعليق على موضوع العم عبد الرزاق مع رفيع. احنا حطيناه صراحه يعني كنوع من التعليق على الحادثه كان في وقتها. الموضوع يرجع حق الاخ جمال كاظمي اذا حاب يعلق. الموضوع يرجع حق الاخوان في مجلس اداره النادي العربي الاخ عبد العزيز عاشور والاخوان اللي معاه. يرجع الاخوان اعضاء الجمعيه العموميه لهم تعليق على هالموضوع، ان هل يحق له يروح ما يحق له يروح، مجالس ادارات انديه معينه شلون راح تروح حق اللجنه الاولمبيه، شلون اللجنه الاولمبيه تستقبلهم. هالامر صراحه انا ما اقدر يعني اتكلم فيه ولا افتي فيه. الاخوان العرباويه هم بس الاهم من هذا انهم يعني انتم لازم تتفقون. خل رايهم بشكل عام مع او ضد،
بس ما يصير يعني مع احترامي العربي ديسك كتاب اليوم بكره الرئيس ديسك كتاب بعدين امين السر ونائب الرئيس لازم يتفقون. ايش المشكله محمد؟ هم دازين حق بيرو ميرو يعني بيرو ميرو جاي له كتاب عبد الرزاق بن مضاف والعم بوسام والله ترى ما حد مثل النادي العربي. تخيل داش عليه جمال كاظمي سلم عليه وياك جمال كاظمي رئيس النادي العربي يعني شو يقول هذا الاسباني هذا يقول شنو انا مجنون ولا شنو بسعود بسعود هذا آه كتاب منكم العرباويه تقولون ما حد وهني جاي يعني جمال كاظمي يسلم عليه يقول لي وياك رئيس النادي العربي شو يقول بسعود بسعود للاسف اللي حصل من باداره النادي العربي يعني مو حلو مقام النادي العربي انه مثلا امين السر يبعث كتاب اللجنه الاولمبيه ورئيس النادي يكون مثلا انه بيقدم يبعث كتاب عشان يقدم عشان يروح مع اللجنه يعني مع اللجنه هذا يعني مع احترامي لهم يعني كلهم اعزاء وكلهم يعني يعرفون قدرهم عندي لكن الشيء هذا بمكانه النادي العربي صار شيء بايخ يعني واضح يعني واضح لا انت ابو حسن يعني كلامك مو حلوه حتى مو حلوه حتى مو حلوه ابو سعود حتى مو حلوه عند اللجنه الاولمبيه ايش قاعد يقول يعني هذا شكله بايخ يعني يعني امين السر قاعد يوصل رساله هذا الرساله يقول ان في اختلاف في خلافات يعني بالكره الكويتيه ترى مو بس النادي العربي لا لكن تتمنى من بطلال ما دام هو يعني رايح ما له داعي يدعو اجتماع سواء صار في اجتماع او ما اجتماع او ما في اجتماع انا رايح فايش حق ادعو الاجتماع ما له داعي خلاص هو دعا الاجتماع وما اكتمل النصاب وراح عشان هو كان يبي يحط انه اساس انه يرشح هو يروح مع الوفد ومن السر الكتاب يقول ما يصير احد يمثل النادي لا بس وما اكتمل النصاب وراح يعني من الاساس يا ابو طلال ما له داعي اجتماع خلاص انا رايح ما راح ارد على الجمعيه العموميه ولا راح ارد على مجلس الاداره فما عموما كيفكم يا العرباويه انتوا اصحاب الشان واصحاب اهم شيء الفريق خلوه ماشي لا يعني وخلوا مشاكل خلوها برا اوكي لا مشاكل الفريق 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 نروح حق فاصل وبعدها سنعود حياكم الله ويانا خل اخذ كم تغريده اخونا التعاون يقول صبحك الله بالخير وين المفاجاه من المستشار تركي آل الشيخ ونشوف العراق راح يشارك في الدور الرباعي خلينا ننطر الاجتماع يا أخوي وبعدها لكل حادث حديث وقال خلال هاليومين احنا ترى يا أخوان عشان تكون بالصورة احنا اللي طرحنا السؤال على الدكتور رجالة السلمي وقلنا له هل المفاجأة متعلقة في الدورة الرباعية قال ما بي أسبق الأحداث ما تكلم عن مشاركة الكويت أو احنا اللي طرحنا السؤال وكان هذا جواب الدكتور وبعدين وضح ان المفاجاه تشمل الكره ككره عربيه وكره كويتيه فبالتالي الموضوع يعني خلينا ننطر الاجتماع مع الشيخ احمد اليوسف وبعدها يا اخوان لكل حادث حديث اخونا محمد الجواعد يقول صباح الخير لك ولكل الناقدين في الحلقه بخصوص حلقه الامس والكلام حول عدم ايقاف الدوري السعودي هناك انباء لكي لا يتاخر ويتداخل مع شهر رمضان والله يا اخوي محمد يقدرون من البدايه يقدرون يسوون لا تسوي جوله عندهم سابقه عندهم سابقه بسعودي عندهم سابقه اتوقع ان كذا موسم ما كان يتوقف الدوري السعودي لا بس بطوله بطوله كاساسيه خليجي لا 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 خليج كانوا مشاركين صف ثاني لا تكلم كاساسي بس مو عذر يا اخوي تلعب جولتين في اسبوع واحد شو المشكله العب اول 10 ايام برمضان العشر الاواخر شوي اللي يعني ممكن واذكر برمضان يعني اذا دش برمضان خلال شهر واحد او اثنين او ثلاثه ممكن الدوري يوقف يعني مثلا ما اعتقد يا اخوي محمد العذر مو منطقي فناننا الحبيب شاب حاجيه يقول اتمنى تزورون متحف المؤرخ حسين بلوشي الصراحه في اشياء نادره وشكرا زرناه وعملنا تقرير وقابلناه ترى اكثر يعني في اكثر من برنامج لابد اول حلقاتنا لازم تكون مع ترى حسين نعم. تقديرا منا احنا انا واخوي مبارك لما بدينا في رمضان الديربي وعزيز الديربي مبارك عزيز ومبارك اي برنامج نبدا اول حلقاتنا يا اخوي عزيز دائما نزور فيه اخونا سبحان الله ابو عزوز تو نبين ذاكرين اسمه لانه شاف تغريدته انا شفت تغريدته عشان تدري ابو عزوز قاعد يحشون فيك تحت الهواء الخفيف ناخذ اخونا احمد العبيد يقول مقتنياتي الرياضية ما تلزمني وين أعرضهم إذا الهيئة تبيهم تقدم عرضهم الناس تعبانين على تجميع التيشيرتات والمعلومات اللي فيها تخيل عندك سيارة كلاسيك وأقولك لازم تخليها المتحف العلمي مو بقراج بيتك
لا تفرق يا ابو فهد. لا لا تفرق يعني كذي ما حد. وين تفرق؟ شنو كلامه صح؟ يعني ما حد يسوي متاحف برا كلهم يسوون فيديو. لا لا انت لا شوف ترى تدري شنو الغلط؟ الغلط انك تشمل الجميع. في ناس يبون يسوون متحف يعرضون يروح يعرض، لكن في بعد عندهم ناس انا ممتلكات خاصه بعرضها عندي ببيتي ماني عارضها بحتفظ فيها وبعرضها في وقت محدد من السنه مثلا بروح استاجر صاله. شو باركي مو لوحه مو رسمه هي انا مسويها شو المانع عشان انا كل معرض اروح اعرضها ترى عزيز واحط اسمي. عبيد انت وعزيز متربعين هني ما تدري عن شيء. الناس تعنوا وراحوا دشوا. احنا من كذي قاعد نقول اشياء هذه شو المانع من اشياء من كذي احنا قاعد نقول يفضل انها تكون ايش حق معرض. اوكي لا ايش حق نسوي معرض؟ ما قلت يفضل. لا لا ما قلت يفضل. انت ايش حق نسوي معرض؟ المفروض يروحون. ايش حق نسوي معرض؟ انا مسوي معرض العالم يشوفونه. لا لا ما ردها عندي. العالم يشوفونه انا بجاوبه. خلاص اخليها ببيتي. لا مو ببيتك. لا انا بعرض اسبوعين شهر وبرد. ابو محمد تبي فيك خير ادفع. ابو محمد ادفع وخذ. لقعت معاك ما يبيعون وانا اعطيك افكار. انا اعطيك افكار وانت تعطيني افكار. صدقني راح نوصل حق نتيجه واحده. صحيح رد على نفسك. هذا ما يبيعون لانها غاليه عندهم. الا اذا ابو سعيد الا اذا هم يعني اصحاب المعرض يعني تراجعت. لا مو تراجعت. لا دريت انك غلطان. شوف وين وداك. تكلم بدال. لا تكلم بدال. شفت عرفت. يلا يلا صرت نفس عزيز. مبارك صرت نفس عزيز. تكلم بدال. تكلم بدال. تدري شنو بيت عزيز؟ لو سمحت خليني اختم. عندي اتصالات. الا اذا اصحاب المعرض هم اللي ما يبي يبادرون يكلمون الهيئه او انه ما يبون مثلا معرض تراجع تكفل فيه الهيئه. نعم بس طيب اخونا فيصل ابو عباس يقول سلام للجميع. اتمنى يكون في متحف دائم للكابتن سلطان فرحان. وين تيشيرت نادي خيطاني؟ لا عندي تيشيرت ما طواري ما حط. قال انت صغير مع انه صاحبي. لا وين تيشيرت قبل تلبسها؟ وين عندي تيشيرتات؟ والله حطهم متحف. حطهم متحف تيشيرتين. حطهم متحف مع واحد يمر صوبي مع السياره الكلاسيك. دور لي شافر قديم شوي. طيب خل نروح حق اتصالات الساده المشاهدين. اخوي عبد الرحمن من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حياك الله يا اخوي عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير عليك استاذ عبد العزيز وعلى الموجودين الجميع. صبحك الله بالنور. قبل كم من يوم كان في مداخله حق الدكتور رجال الله السلمي. نعم. وافاد الناس بدعوه من معالي المستشار انكم تقدمون هذا البرنامج في السعوديه. نعم. يعني كدعوه منا تقدمونه. نعم. فاتمنى فعلا انك تقدمون هذا البرنامج مو مره تقدمونه مرتين. المره الاولى تكون ديربي مثلا الهلال والنصر وديربي الاهلي والاتحاد يعني مره في جده ومره في الرياض. عن جد برنامج متابع ونتشرف انه يكون موجود ديربي هذا راح تكون تغطيه اكثر من ربع. بس يا انا يا مبارك يا عبد الرحمن. لا اثنينك مبارك. لا راح نتهاوش مع خاصه الهلال والنصر راح نتهاوش. رسمي مبارك روح. مبارك فكم انه هلالي فاتمنى انه يكون هو بالرياض عبد الرحمن في جده وفي الرياض. عبد الرحمن صدقني ما يجرؤ يروح لانه خايف من النتيجه. لا ان شاء الله. انا اميل انا مشجع احلام لكني اميل نصر. بس النقطه الثانيه في كان معرض غطاه الاستاذ مبارك عندكم. نعم. عن طريق السناب وكان. نعم. من ضمن تغطيته كان في تيشيرت النادي الاهلي السعودي. نعم. عن جد حاجه يعني اكثر من ممتازه. النقطة الأخيرة فضل. بالنسبة حق اللي هو مباراة القادسية والجهرة، طبعا أول شيء مبروك للقادسية ثلاث نقاط المهمة. نعم. وكنا نحتاجها، بس حاب أعرف الثلاث نقاط اللي سحبت مباراة القادسية السابقة بناء على إيش تم سحبها أو إيش القانون اللي موجود في الاتحاد الكويتي لكرة القدم اللي سحب عليها النقاط الثلاثة. نعم. وشكرا لكم مشكور. نتشرف مداخلتك يا أخوي عبد الرحمن. تحياتنا للإخوان في المملكة. النقطة الأولى وشيء نشكرك على يعني هم إصرارك أن نكون متواجدين وشرف لنا بالتأكيد سواء في الرياض أو في جدة. النقطة الثانية بما أنك أهلاوي دائما نقول سما والقعمان دانيها يا أخوي استاهل الله يوفقك عبد الرحمن. بالنسبة للأمور القانونية ترى في تصريح إحنا إن شاء الله بنعرضه بعد شوي والإخوان راح يعلقون عليه ما نبي نسبق الأحداث. تصريح للشيخ أحمد اليوسف حول موضوع النقاط الثلاث ورد عليه العم رضا معرفي امين السر. راح نسمع شنو قالوا وبعدين راح اترك الاخوان يعلقون على الموضوع سواء شنو القانون او شنو اللوائح. ترى فكرته حلوه والله انه في تكون ديربي هذه ممتازه صراحه. والله الموضوع عند الرياضه جدا رجال. هذا واحد. اثنين يعني انا عبد الرحمن كنت اتمنى انه يسالنا عن المباراه الفلانيه الهدف فيها حلو مباراه مستواها مميز.
احنا صارت فضيحتنا بهالثلاث نقاط قبل والحين الله يعين، بس والله يستر من الجاي القادم الله يستر. اخذ اخوي سالم. سالم صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير ابو سعيد. يا هلا بك الكرام. حياك الله. انا ابو سعيد تمنيت مستضيفين احد من نادي الجهره عشان ارد على جزئيه في برنامج بين الشوطين. نعم. اتصل مدير الكره. نعم. وعلق على كلام الكابتن وائل سليمان. نعم. قال لما تكلم قال حلو قضيه محمد سعد وضد الفريق، قال حنا عرضنا على محمد سعد نفس عرض كاظمه، طبعا مو صحيح الكلام اللي قاعد يقوله، وتمنيت احد من الجهره يرد عليه الحين، لان ما استضفت احد عشان يرد لنا الموضوع، لانه مو نفس عرض اللي قدموه نادي كاظمه، يعني الكل يعرف ان نادي كاظمه قدم 12,000 في الموسم، وهم جايين يفاوضون 5,000 ونلحقها 2000 يعني 7 طريقه، يعني طريقه يعني عمليه اغصاب الظاهر وعمليه، ويطلع مدير الكرة يعلق على كلام كابتن وائل سليمان يقول أعطيناه نفس اللي أعطاه نادي كاظمة، طبعا مو صحيح الكلام، لا هم قادرين يغطون الخطأ اللي قاعدين يسوونه وقاعدين يضللون الإعلام بطريقة للإعلام وللجمهور، وهذا مو صحيح. مشكور يعني. مشكور والله. احنا أمس كان موجود الأخ مطير شرقاط وسألناه عن موضوع الأخ محمد سعد العجمي، لكن قال ما عندي أي معلومات. بس هذه تغريدتين شوف هذا بعد واضح تغريدتين بعد الظاهر بعد الكلام اللي تفضلت فيه يا اخوي سالم. محمد سعد العجمي مغرد في تويتر في حسابه الشخصي بس اعتقد بعد النقاش اللي تم بين اخونا وائل واخونا محمد علي، يقول احشموا اعماركم بلا تخالف اقوال، وتو قبل 5 ساعات قايل اشكر كل من سعى في حل مشكلتي سواء اخواني اللاعبين والمحللين وجميع الجماهير وخاصه الجمهور الجهراوي، رساله لكل من انتقدني انتقادك تاج على راسي ومثابه درس اتعلم واستفيد منه، شكرا. فالظاهر ان الامور ان شاء الله انحلت مع اخونا محمد سعد. عبد المحسن صبحك الله بالخير. الله بالخير اخوي عبد العزيز. حياك الله. السلام عليكم وسلم على الاخوان. السلام يا السلام. يا هلا ابو مشاري يا مرحبا. اخوي عبد العزيز انا بتكلم بنقطة الدعوه اللي راح تيجي حق الكويت منتخب الكويت انه راح يلعب بالدوره الرباعيه. انا امس شفت مقابله حق رئيس الاتحاد العراقي رفض المشاركه في الدوره هذه. ليش رفض؟ ما ادري ليش، بس الكويت مو مؤهل انه يلعب مع البرازيل منافسين احنا، لان الفريق بعده لعب العباس مع مصر ودور الخليج تعادل لعبة واحدة في لعبة مع البرازيل مع المكسيك ظنيتي لفرق الدور الرباعي الأرجنتين. أنا رأيي أن الكويت تو الناس أن يشارك بطولات قوية. اليوم في خبر أن العراق يشارك، رئيس الاتحاد العراقي قال إحنا جات لنا الدعوة ورفضنا الدعوة. يعطيكم العافية. مشكور. لا اخوي عبد المحسن ترى اليوم اعلنوا رسميا انه راح يشاركون، واعلنها ايضا المستشار تركي آل الشيخ في حسابه في تويتر ان العراق وافق على المشاركه. ناصر صبحك الله بالخير. يعطيك العافيه ابو سعيد. الله يعافيك اخوي. حي الكبات اللي عندك. حياك الله. اقول ابو محمد والله كلامك يعني نوع من الصح، بس الاهم ان الدوله ترعى الشيء هذا، يعني الدوله اهم من الشخصانيه، يعني واحد يحب متحفه او شيء في بيته يعني ما في، يعني لازم الدولة ترعى هالشيء هذا، وانت كلامك على عين راسي يا محمد، لكن يعني الدولة أهم من الشخصانية، يعني لكن الدولة هي اللي تفرض على المتاحف أو على الميدانية، لأن الهيئة هي المعنية، وكلامك صحيح صحيح، وأشكرك أبو محمد وأشكرك أبو سعيد، وحنا نبي الهيئة تهتم بالنوادي الصغيرة والكبيرة. ناحية المادة يا ابو سعيد انت معي سعيد؟ معاك حمود فليطح دورة كبير بعد الله سبحانه وتعالى، نبي يهتم بالنوادي، شوف السعودية شوف الامارات شوف قطر، يا اخي نبي الدولة نبي الهيئة هي المعنية، صح ولا لا؟ صحيح الهيئة نفسها صحيح هي المعنية، وين الميزانية؟ والله يا اخوي ناصر كلامك في محله مشكور. اخوي عادل صبحك الله بالخير. شوف عبد العزيز اخبار اخوي عادل؟ حياك الله. نور الشاشة بابا نور الشاشة والله. الله يسلمك. وإن شاء الله تزيد عندي موضوع في قبل عزيز. تفضل. إن شاء الله تخلص فيها بموضوع خفيف إن شاء الله ما تقصر إن شاء الله. تقول كبير ما تقصر. تقول كبير والله. تفضل. أنا قدمت كتابي نادي السالمية، لغات العامة نادي السالمية.
زين؟ ايه قدمت اداري قالوا لي احنا مو محتاجين شيء. زين؟ قال إيه؟ رحت نادي السالميه على اساس البلاغات العامه نادي السالميه. زين؟ قلت على اساس نبي وظيفه، قالوا لي الاداريين هناك احنا مو محتاجين شيء، نبي توصل من الشيخ كيلوس ونوقع كتابي، لغات عامه نادي السالميه. كلم طارق عيدان، طارق كلمني وخذ رقمي قال لك خبر، اتمنى هذه تكفى. كلموا محاكي، اتمنى الشيخ تركي اليوسف ان موضوع كتاب رواية العامة انه يوقع كتابي. إن شنو شهادتك اخوي عادل؟ شنو شهادتك؟ ثاني توسط بعد عزيزي. ها؟ ثاني توسط. والله يعني صعب اخوي عادل، يعني ممكن هذه يعني مع احترامي لك بالتاكيد، لكن يعني اخوي عادل لا تلوم الاخوان بالنهايه، هذا يعني هذه الاداره تحتاج الى اول شيء شهاده، يعني ما اقول لك والله جامعي، لكن على الاقل الامور تدري، علاقات عامه، لازم استقبال ضيوف، يقول لهم ناس من دول خارجيه، يقول لهم يعني ناس اجانب، يعني الامور هذه يا اخوي عادل صعب، يعني اي اداره ثانيه ممكن نسعى لك انه والله نكلم الشيخ تركي ولا نكلم اخونا احمد عفوا طارق عيدان، لكن كعلاقات عامة شوية ما يقصرون ان شاء الله في مكان اخر ان شاء الله، امن الملاعب او شيء او تنظيم اي كذي ممكن، بس يمكن مكتفين يعني اذا مكتفين هم طبعا يعني ينظرون في الامر ما يقصرون ان شاء الله. اخوي مشاري صبحك الله بالخير. السلام عليكم. عليكم السلام بالنور والسعيد. حياك الله. يعطيك العافية بعد الغيبة الطويلة. الله يعافيك. أبو سعيد بخصوص جمال الكاظمي رئيس نادي العربي. نعم. يعني رئيس نادي أنت قديم ومو عارف أنك تبي تروح رصيدة، ليش تجتمع بالأخير ما يكمل النصاب وبالأخير تبي تروح؟ يعني أنا ما أنا عارف شنو الإدارة، كل واحد يدرس كتابه بروحه. هذا يبين تخبط النادي العربي، يعني أبي أعرف شغلة، جمال الكاظمي أنت رئيس نادي العربي. وأبسط الأمور ما قاعد تديرها. يعني أنا مستغرب يعني شلون يصير رئيس نادي العربي جمال الكاظمي. يعني لا بس قاعد يدير، لا ما تقدر تقول ابسط الامور ما قاعد، شلون ما قاعد يدير؟ ما اقدر يديرها الحين العربي 16 سنه 18 سنه ما قاعد يدير عدل من تخبط لتخبط. لا ما تقدر حتى بطوله الدوري هذا ما له شغل يا رئيس نادي ما يحقق بطوله الدوري انه ما عرف يدير النادي. خليك النادي كله مو بس الدوري بالقدم، السله، اليد، الطائره، الالعاب الفرديه، مسؤوليه جماعيه، مسؤوليه اعضاء مجلس الاداره كلهم يتحملون، 11 عضو اللي قبل على نفسه اللي كنت متواجد على الكرسي. تفضل. كلهم صح؟ كلهم تغيروا الاعضاء من الاسين، كلهم تغيروا، واللعيبه تغيروا، والاداريين تغيروا، الوحيد الثابت هو طلال. يعني العيب منه مع احترامي الكامل له، كلهم تغيروا. شوف اعضاء مجلس الاداره عزيز 10 جاء قبل 4 سنين. اوكي مشكور اخوي مشاري. اروح للتصريحين الخاصين في برنامج الديربي من الشيخ احمد اليوسف حول النقاط الثلاث، والرد عليه من العم رضا معرفي عضو مجلس اداره نادي القادسية. جمهور القادسية زعلان عليك. احنا الحين جايين بافتتاح معرض، وجمهور القادسية على عيني وراسي، وأنا من واجبي كاتحاد أن نطبق اللوائح والقوانين المحلية والآسيوية والدولية. وإذا إحنا مخطئين في قرارنا، نعتقد نادي القادسية مثل ما قلت هو نادي كبير، نادي عريق لتاريخه، ممكن يتخذ جميع الإجراءات القانونية، وإذا في حق يقدر يأخذ حقه إن شاء الله. والله أرجو أن يراجع نفسه، وما زالت الفرصة موجودة، اللوائح والقوانين كلنا نحترمها، لكن في هناك من هو أفهم منه، المستشار القانوني سواء كان داخل الاتحاد أو برا الاتحاد، تضاربت الآراء، وأعتقد شفته التضارب تواجد عند أخواننا الحكام في جميع القنوات الرياضية، كل رأي حكم، كل حكم يختلف رأيه عن الآخر، فلا بد أن نرجع إلى مرجعية كاملة. لو أن اللوائح كاملة في الاتحاد عشان ما وصلنا لهذه النتيجة، لكن فيها قصور مبينة. هذا كلام قالينا من زمان، محارب على مستوى حكومة، على مستوى الوزارة، على مستوى الهيئة العامة، هذا مو شيء جديد. القادسية محارب. ابو مشاري تعليقك. اول شيء اخونا عبد الرحمن السعودي يقول ودي اعرف شنو اللي استند عليه الاتحاد في اعتماد لجنة المسابقة. شوف للأسف احنا قاعد نحط لوائح ولازم نحط مستشارين على اللائحة علشان يفسر لنا اللائحة. ليش ما حط شيء سهل للصغير والكبير يفهم؟
ليش لازم مستشار يفسر لي؟ انا وجهة نظري اللوائح عندنا فيها الغاز، فيها مخارج ومنافذ كثيرة حق انك تلعب 100% اللي قاعد يحصل ان تحط لائحة فيها كذا مخرج وكذا حل. اذا انت تبي الحل اللي يرضيك تدور انت عاد اللوائح عندنا بالية. يعني ما نشوف بدون ما في اي يعني اي تفسير لقرار الاتحاد الكويتي. انا لا انا وجهة نظري ان قرار ظالم. شو رايك بتصريح رضا معرفي قادسية محارب؟ لا قاسي شوي يعقوب حمد يعني قاسي. طيب بس دقيقة الحين تقول قرار ظالم بعدين تقول تصريح رضا قاسي. إيه لما يقول الكويت حاط على النادي القادسية الحكومة حاطة. لا هو محارب من الحكومة. محارب الحكومة. محارب. إيه هذا قرار قاسي. الحكومة شو تدريب الحكومة شنو؟ الحكومة على الهيئة. يعني عبالك الحكومة وزارة الداخلية ولا لا 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 قسم الاتحاد. الحكومة يعني الهيئة. أنت تقول قرار ظالم عدل؟ قرار ظالم بخصوص إثراء نقاط. إيه تقول قرار ظالم. شيء قسم الاتحاد. ما له شغل الهيئة. إيه إيه. يعني باختصار بشكل عام هم يرون انه والله بدعم هو عاد هو دعم طالما دخلت الحكومه دخلت البلد انت دخلت البلد ان البلد ضد نادي القادسية. انا اقول لك لا البلد شنو يعني احنا لما يقول لك حكومه يعني اقصد قلت لك اقصد وزاره قلت لك انا قلت وزاره الصحه قلت انه قرار قاسي انه هو يوجه الاتهام ان البلد ضد نادي القادسية. انا باختصار اقول لك لا تلوم يقول هالامر طبعا اي والله انت وجهه نظرك هني بس هني والله طيب لما اقول لما يقول لا تلوم لانك انت يا ابو مشاري اللي اعتبر المنافس الرئيسي الان للقادسية او هو منافس كنتوا منافسين تقول انه قرار ظالم فلا تلوم الرئيس. طيب. ما له داعي ان في منافس وهذا هذه رياضه ولازم واحد بيفوز وواحد بيخسر. لا لا انا ما دخلت انا اقول لك انت المنافس تقول انه موضوع انت قصدك مشاري موضوع الثلاث نقاط فلا تلوم. لا لا اقول لك موضوع الثلاث لان هذه اللوائح اللي عندك اللي فيها كذا حل بس انت لوائح معقده اي لا احل لازم يجيب لها واحد يفسرها. ليش ليش اخليها دره يا جماعه ابو حسن قبل بس موضوع حبيت عقب على المتصلين بخصوص الكابتن محمد سعد العتيبي العجمي اسف ابو متعب اصبح عليه بالخير. محمد سعد من افضل اللاعبين اللي مروا على الكره الكويتيه الامانه وبنادي الجهره خاصه. محمد سعد الكل يعرف انه قبل سنوات من قبل سنوات هو قاعد يجي عروض وقاعد وصار يضحي بالعروض ويقعد بنادي الجهره. توقع الكابتن محمد عمره يمكن 33 نعم. يعني اعتقد انه من اداره الجهره تكريما له يوافقون على اي عرض بغض النظر عن المبلغ يوافقون على اي عرض يقدم للكابتن محمد سعد تكريما له او تعوضه بالمبلغ اللي قلت اللي جاي له بالمبلغ نفسه تعوضه يمكن الكابتن بيطلع اتفاق يكون بينهم هذا عاد شيء ثاني. الكابتن بالنسبه لمشاري الفضلي نعم. بالنسبه العرب العربي السيد جمال الكاظمي نعم. شوف صدقني اللي حاصل بالنادي العربي بغض النظر ان فتره السيد جمال الكاظمي 16 سنه وهو مو دفاعا عن السيد جمال الكاظمي لكن كل مشترك باللي قاعد يصير حاليا فلا نحط اللوم على مثلا جمال كاظمي عيزة عاشور الكل مجلس الإدارة الحالي هو المشترك باللي قاعد يصير حاليا. طيب تعليقك على اللي ضيع النادي العربي دائما العرباوية يدورون الكل 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 والسبب معروف تحمل لي ابو حسن شنو السبب؟ تفضل اقول لك السبب ان العرباوية يدورونها وين لف 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 مثل هالطاولة. لا الكل ابو محمد الكل يعني ما يصير اخص لي رجل واحد يعني ما يصير اخص مثلا جمال كاظمي او اخص عيزة عاشور بس هو دائما ترى يعني ليش الاخوان يقولون جمال كاظمي لانه على راس الهرم انا ايش قاعد اقول لك انا ايش قاعد اقول هو اللي المفروض يدير الامور اقدر اجمع الاخوان اقدر بسعود 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 مثال جمال كاظمي حتى لو رئيس نادي وانقلب عليه المجلس ما تقول ان هذا والله هو اللي عنده الراي او مثلا سيد عيزة عاشور هو رئيس مجلس اداره ما اقدر اقول والله مثلا ان عزيز عاشور هو اللي عنده الراي هذا مجلس متكامل 11 عضو ما يصير يعني ما يصير انا اكمل كلام ابو حسن ترى مجلس الاداره ترى شيء يا جماعه احنا قاعد نقول مجلس اداره ترى تجمع بشكل مو طبيعي يعني يمكن تقعد 3-4 سنين علشان تجمع لك 11 واحد يعني اكيد في كلام وفي يعني كان تفاهم قبل الاداره ومن يمسك ومن يصير يعني بهالسهوله تصير كتب بين بعض صعب يعني اتوقع شيء صعب يعني. طيب
هنا علي الشريف يقول نطالب فتح تحقيق بكلام العم رضا معرفي بأن القادسية محارب من الهيئة والحكومة، هذا طعن. أيام العربي كان محارب من اتحاد القادسية، شربته بنفس الكاس سبحان الله. أخونا أحمد المنصوري يقول مساكم الله بالخير وأكسور بضيوف، نبي السيد عبد الرضا معرفي يكون من ضمن المحللين والإعلاميين في البرنامج، حاضر. أخونا راغد يقول مشكلة مجلس إدارة القادسية، يصرح ويقول وشو إعلامي، الأمر واضح، القادسية محاربة وغير محارب، ارفع شكوى لمحكمة الكاس وخلص الموضوع. نروح لفاصل وبعدها سنعرض تقرير مباراتي الدرجة الأولى اللي لعبوا أمس. عفوا يعني انت عرفت. نروح حق حالة ايامكم، نروح حق تقرير مباراتي الدرجة الاولى مع زميلنا محمد الصلال. في افتتاح الجولة الثالثة لدوري فيفا للدرجة الاولى استضاف اليرموك نظيره خيطان، وكلاهما يبحث عن نقاط المباراة. اليرامكة يهددون الضيوف مبكرا عن طريق وسام الأدريسي، من ثم وصلت إلى عذب شهاب برأسه أضاع هدف محقق لفريقه. بعد عدة تمريرات وصلت أخيرا إلى صامويل زوكو ويواجه المرمى، وأحمد دوسري يبعد الكرة ببراعة. رد خيطان وهدد اليرموك عبر محمد العبيد، وكرته تصدى لها صالح مهدي، وفي حالة مثيرة مدافع خيطان يبعد الكرة من أمام المرمى، والحكم الخامس يشير إلى احتساب ركلة جزاء تحصل على إثرها مساعد الفوزان على البطاقة الحمراء. وبعد اللجوء إلى الحكم المساعد يعقوب السهيل، يتراجع الحكم أحمد العلي عن قراره ويلغي ركلة الجزاء وحالة الطرد، يستكمل اللعب وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. مع بداية الشوط الثاني أصحاب الضيافة يبحثون عن هدف الأسبغية، وهنا سميل العروسي يسدد كرة صاروخية، يتألق أحمد الدوسري بالتصدي للكرة. حمد الحساوي من رأسية كاد أن يفتتح التسجيل لخيطان وصالح مهدي بالمكان المناسب. وقبل النهاية بخمسة دقائق أتى الخبر السار لأبناء مشرف عندما سجل محترف خيطان وتافيو هدفا ببرماه، معلنا تقدم أصحاب الأرض. وسام الأدريسي من هجمة مرتدة واجه بها مرمى خيطان وأضاع فرصة تسجيل الهدف الثاني بغرابة، لتنتهي المواجهة بفوز اليرامكة بهدف دون رد. المباراة كانت متكافئة بين الفريقين، بس الفرق أنهم استغلوا الفرص وإحنا ما استغليناها. أقول حق الربع يعطيكم العافية، وأقول حق اليرموك قلت لك والقادم أفضل إن شاء الله. أخذ قرار حكم الخط بعدين رجع بالقرار، فما ادري انا يعني الصراحه اللي الشيء اللي لا ما كنت بعيد عنه يعني، بس الشيء اللي صار مو قادر استوعبه، ما ادري شنو اللي صار بينهم يعني. يعني تاخذ قرار وتطرد لاعب وبعد لحظات تلقي وتحسب ركله جزاء، تلقي الطرد وتلغي ركله الجزاء، يعني اوكي يمكن الطرد يختلف انه ما اعرف من اي لاعب لمسته، بس انت لمست لاعب يعني فركله جزاء ما تلغي، انت ما عرفت اللاعب منه، ركله جزاء ما لها شغل، هي لامسه لاعب من خيطان. وفي الجانب الآخر احتضن ملعب ناصر العصيمي في نادي خيطان مواجهة أصحاب الصدارة برقان مع نظيره الساحل صاحب المركز قبل الأخير. أبناء أبو حليفة فاجأوا المتصدر برقان بهدفين مع انتصاف الشوط الأول عبر أحمد غازي وعبد الله أحمد. ليعود برقان لتقليص الفارق بواسطة المحترف دا سيلفا، ينتهي الشوط الأول بتقدم الساحل بهدفين لهدف. سيناريو مكرر، مطلع الشوط الثاني الساحل يتحصل على ضربة جزاء بعد عرغلة محمد نعيم داخل المنطقة المحرمة، ليتكفل الغائد وليد فالح بإيداعها في شباك برقان، معلنا الهدف الثالث لفريقه. الساحل يزيد معاناة برقان بهدف رابع بأقدام المحترف ديوك شيخ. انهيار تام لكتيبة المدرب الوطني وليد نصار
ليستقبل فريقه خامس الأهداف بواسطة ديوك شيخ. وقبل النهاية بدقائق برقان يحرز ثاني الأهداف من علامة الجزاء نفذها المحترف دا سيلفا، ليطلق بعدها الحكم عبدالله الجمالي صافرة النهاية بانتصار أبناء أبو حليفة بخماسية قاسية في مرمى برقان. الحمد لله على كل حال، طبعا نقول مبروك لنادي الساحل وهارد لك للاعبي نادي برقان. هذا حال كرة القدم، فوز وخسارة، من يستغل الفرص يفوز بالمباراة. طبعا وقعنا في أخطاء فردية دفاعية، ولا نقول الحمد لله على كل حال، بالعكس نشكر اللاعبين على الجهد العالي اللي قدموه خلال المباراة، وإن شاء الله التعود يكون في المباراة القادمة إن شاء الله. نتيجة حلوة ونتيجة طيبة، نتيجة مباراة اليوم نهديها حق الأمانة أخونا اللي نعزيه عبد المحسن العجمي، اللي قبل مباراة اليوم كان يانا خبر وفاة والده، فنهدي له هذا الفوز، وكان يعني كنا نتمنى أن يكون ويانا اليوم. اليرموك المستفيد الأكبر بهذه الجولة ويشارك برقان بالصدارة، والساحل يصعد إلى المركز الثالث. في مباراة شهدت 7 أهداف، الساحل يقسو على برقان ويحقق انتصاره الأول في دوري الدرجة الأولى. وعلى استاد الشيخ عبدالله الخليفة، اليرموك يخطف هدف قاتل وثمين في الدقائق الأخيرة ويحقق انتصاره الثاني على التوالي. محمد الصلال لبرنامج الديربي. مشكور اخوي محمد، نعزي بالتاكيد باسم كل العاملين في برنامج الديربي اخونا العزيز عبد المحسن العجمي لاعب نادي الساحل ومنتخبنا الاولمبي بوفاه والده. الله يرحمه صلى الله عليه وسلم. نبارك ل الساحل، نبارك ايضا ل اليرموك، نقول هار لك لخيطان، هار لك لبرقان. فاشكر اخوي وليد نصار صراحه، رغم خساره وخمسه لكن واجه الاعلام وقابل الاخوان، وهذا يعني هذه شجاعه بالتاكيد، وهذا العمل الاحترافي بالنسبه للكابتن وليد نصار. خلينا نروح حق اول مباراه خيطان واليرموك. ابو علي فريقكم ايش فيه؟ والله شو اسوي؟ يعني انا قلت لك يعني قبل ذكرت ان الفريق من العام للحين قاعد يمر بظروف العام. يعني فوق ما الظروف صعبه يعني مع الفريق، الجدول ما اخذها يعني الفريق بعد، يعني 3 مباريات ورا بعض لعب وبعد توقف الدوري اصابه 3 لاعبين مهمين. نواف الشيباني، ضاري، حربي، واصابه يوسف مطر للحين ما يعني ما ردش تمرين اخر الايام، يعني لاعبين اساسيين. بالنسبه لنادي خيطان 3 لاعبين اساسيين يعني مؤثره صراحه النادي الفريق كامل. يعني استحقوا الخساره اليوم؟ يعني احمد دوسري الحارس اليوم احمد دوسري نجم المباراه يعني قال يعني من كلامه يعني كان يحس يقول التعادل هو المباراه متجه التعادل. شفت يمكن الجول بخطا مدافع يعني متجه التعادل المباراه، لكن يعني فريق كان ضيع بعد انفرادين تقريبا الفريق يعني، بس هي كانت مباراه جول انا اشوفها يعني، يمكن حتى كنت صراحه حضر يعني مباراة جول، اللي يحط جول يفوز خلاص. يعني المباراة كانت مسكرة حيل، يعني اللي استغل فرصة استغلوها، يمكن اليرموك كرة ثابتة قبل انتهت المباراة عليه. يستاهلون اليرموك؟ يستاهلون اليرموك، يستحقون اليرموك. كنت اتوقع السنة هذه اليرموك يعني اذا استمر كذي يعني الاول هو مبكر يعني اتوقع. على مستويات انا شفت الفرق كلها، يمكن يعني استانس لايبخات شفتهم كلهم، اليرموك الاميز من الموجودين. احنا نبارك لي ايضا المدرب الوطني كابتن هاني الصقر، اكيد يعني مدرب وطني نعتز فيه ونتشرف فيه ايضا. انا ادري انكم ما شفتوا المباريات، لكن اذا عندكم اي تعليق. نقاطه كامله، مباراتين 6 نقاط على امر يحسب له هذا واحد. الرجل هذا خلوق والله، يشهد انه هاني احبه من يوم كان لاعب، واتمنى له التوفيق الحين. وزين منه انا اقول للمراسلين كل البرامج بعد كل مباراه تروحوا لهاني، لان الجمهور فاقد هاني من زمان، قليل اللي يطلع في لقاءات. بالنسبه مستحق فوز اليرموك او غير السؤال حق ابو علي؟ ابو علي شوفه متحفظ شوي يعني، لكن الواضح من التقرير ان اليرموك يفوز باكثر من هدف. ركله الجزاء اللي ما ادري شلون لغت بعد شوي، وتالق احمد الدوسري اللي اعتقد شال 4 أهداف تقريبا. فا اوكي خيطان له فرص بس ما هي بقدر فرص اليرموك، فانا اراه فوز مستحق، واعتقد كان حتى ممكن يكون فارق اكثر يعني، مو هدف فارق، هدفين 3. طيب شوف عزيز، انا رحت المباراه اليوم. رحت ايش المباراه؟ هو خاش كل شيء، عرفت؟ ما قلت لنا والله. لا خلاص، المباراه الاقدار انصفت اليرموك. يعني موضوع البلنتي والغائه عارف، زائد ان
الاستحواذ كله عند اليرموك، الخيطان لعب على طريقة ردة الفعل، ينطر اليرموك يجيب هدف عشان على أساس يعمل ويشتغل، تأخر الهدف ردة فعل، بس الخيطان اللي شفناه ردة فعل، اليرموك هو اللي ماسك الكرة، هو اللي قاعد ينقل الكرة صح، عرفت؟ طيب في فرص، بس هو اللعب تقريبا كان كله تكتل بالنص، لأن أشوف في خشونة بين الطرفين، في تعب على اللاعبين، تضيع وقت. طيب يعني وايد اللعب توقف، بس القدر أنصف اليرموك ويستحق. طيب هو طبعا في المباراة في حادثة غريبة احنا راح نتكلم عنها بعد شوي، لكن خلينا نروح حق مباراة الساحل وبرقان. سخونا غتساوي مدريد يقول عبيد منور ينتقد إدارة العربي بنفس الوقت ما يقدر ينتقد إدارة الساحل. هذا تغريدة وصلت لنا أخوي أبو حسن. هو ما انتقد إدارة العربي والله، وكان بتحفظ بالعكس وزع التهمة، تعرف اللي زين. ما في موضوع على إدارة الساحل. صح عدد كلامه إيه. الحين راح يكون موضوع الساحل. مستعجل حيل. تفضل. شو رأيك فوز الساحل اليوم؟ طبعا فوز مستحق اليوم. والف مبروك يعني اللاعبين نادي الساحل وجهاز فني واداري. نتيجه كبيره، 5 اهداف على ضد فريق متصدر فريق برقان. فريق برقان يعني بدايه قويه وبقياده كابتن وليد نصار. اليوم شفنا الساحل بعناصره ومحترفينه قدر يطبق خطه المدرب ويسيطر على المباراه ويفوز ويستغل الفرص اللي حصلت له. مبروك لهم، مبارتين 4 نقاط. اتمنى يعني من كل قلبي ان الساحل يصعد، لانه مو مكانه. الساحل يملك يعني لاعبين يعني من اميز من يعني من افضل الانديه بالكويت اللي يطلع لاعبين يعني خاماتهم يعني يملكون 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 يعني يعني يملكون اشياء بكره القدم، يعني يقدرون يلعبون باكبر الانديه بال بس هذه اول لعبه يكتملون المحترفين عنده. اي هذه اول لعبه، ما لعبوا فريق مع المحترفين في 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 في, في مصري اعتقد. ما لعب اول لعبه، اول لعبه مع خيطان ما لعب في مصري. انت لو تلاحظ ان في لاعبين، ترى ابو سعود في لاعبين من نادي الساحل اعتقد كذا لاعب طالع يعني بالنصر و نعم عيال عتيج بكاظمة. نعم. يعني الساحل مع احترامي الفرق اللي الموجودة بالدوري درجة الأولى مكانه بالممتاز. طيب. أنا أتمنى من لو الإدارة حافظ على لا. أنا أتمنى من الإدارة أن تحافظ على اللاعبين، خاصة اللاعبين صغار. يعني اللاعبين صغار، إحنا بالعكس، إحنا من أنا من أشد اللاعبين اللي يقول لك طلع لاعبينك برا. نعم. إنزين، لكن لما يكون له كذا سنة على الأقل خدم الفريق الأول. لا تضحك مبارك. قبل شوف قبل كان ذباح وهو مجموعته يدري ان اكبر نسبه خروج لاعبين في تاريخ نادي الساحل كان في جيله. نعم. طلعوا 9 ماي 8، والحين يطالب بالحفاظ على اللاعب. انا وطالب حق اللاعبين الصغار، لان احنا قاعد نشوف احنا قاعد نشوف لاعبين 20 21 22 سنه. مبارك انت قاعد تتكلم من عمر 16 سنه ل 27 سنه، هذه كم سنه؟ 9 سنوات مو راضي يطلعون. احنا شلون قاعد نتكلم عن محمد سعد العجمي لاعب نادي الجهره؟ خليه يخدم بالفريق الاول وبعدين طلع. لكن انت حرام يعني، عندك لاعبين، عندك خامات طيبه ممتازه جدا. كون لك فريق، حافظ على الفريق، اصعد الدرجه الممتازه. والله العظيم قسما بالله نادي الساحل مو مكانه الدرجه الاولى. انا عندي غلط الفرق الموجوده تو الناس ابو حسن اول فوز تو الناس عندي غلط تحكي بس في احد يعلق على مباراه الساحل وبرقان؟ بس انا اقول يشدون حيلهم الله يوفقهم. لا الساحل فريق زين سعيد، انا شفتهم اول لعبه بدون محترفين. نعم. والحين يعني اتوقع انها لعبه، يعني ما نقدر نحكم على الفريق مع المحترفين، لكن الفريق مستواه جيد مع الكابتن عبد الرحمن. اتمنى ابو علي، انا قصدي انا اللاعبين محليين. اي محليين لعبوا مع خيطان محليين بس. محليين بروح عاليه صراحه. لاعبين ممتازين جدا وصغار بالسن. بس نتيجه كبيره على برقان. اكيد كبيره. نتيجه كبيره على قاسية. طيب بنروح للقرارات التحكيميه. نبدا مباراه اليرموك وخيطان. هي يمكن اللي فيها الحادثه الغريبه شويه. نشوف اول قرار تحكيمي. وهو القرار البارز في هاللقطة. اي خليك هني احتسب ركلة جزاء.
بناء على الحكم الخامس يقدر يوقف الصوره. انت كنت موجود الملعب بو بو نعم. بعدها طبعا هني عطى طرد وحسب ركله جزاء سعد فوزان. بعدها نادى الحكم السهيل مساعد الاول ما ادري والله شنو السهيل يعقوب السهيل والنعم كان يلغي ركله الجزاء ولغى الطرد. واذا في اعتقد الاعاده فيها موجوده ركله الجزاء اعتقد هني موجوده بالاعاده. شوف يعني هي تصويرنا ما عليه يا اخوان نحاول. لا 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 انا اشوف ما عليه عيدها اكثر من مره نشوف ايه. نشوفها عيدها تحت انا اتوقع المفروض نروح عند التلفزيون في كنا اقرب. شوف لا 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 لا, لا. طقت ركبته حتى لو حاشت ايده خلاص لا عادي قرب المسافه ايه لو حاشت لا لا كلش والله طيب. عافيه عليه. احنا يعني احنا بنتكلم عن الحادثه ابو مشاري انت كنت في الملعب انا اتكلم انه يعني امر طيب ان اليوم الحكم الخامس يتخذ قرار الحكم الخامس اقرب الكره يعني أصلاً. اقصد هو اتخذ القرار يعني احنا كنا نقول الحكم الخامس شنو دوره شنو يسوي شنو صحيح فاليوم يعني شيء طيب انه هو اتخذ القرار لكن اليوم يبدو ان القرار الحدث ما انصف الحكم الخامس بنفس الوقت الحكم الساحه وما شاف الحدث طلعت الكره بس حكم الخامس هو اللي راح ركض وقفت المباراه رحمه لاعب وقفت هي لان عرفت فالحكم لان انت الحكم الخامس اشرت على البلنتي كانك انت شايفها وهذه مشكله يعاني منها الاتحاد لو اليوم كانوا لابسين السماعات كان ما حصل الهرج والمرج اللي قاعد يحصل هذه صح يتكلموا كان بس بيعطينا هذه بلنتي وانتهى ويطلع دور الحكم الخامس برا الموضوع بس اللي حصل ان الحكم الخامس حسبها زين شايف سؤال في سماعه لا 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 الخامس راح يقول له بلنتي لا 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 سؤال لك سؤال لك مو صار الموضوع كله على الكلام متى تدخل الحكم المساعد الاول طول انا طول الحين بعد ما احنا اللاعبين هو بعدين شوف ترى احنا حاطينها كامله الحين شوف لا ترى قاعد يسولفون انا خليني اقول لك شنو الحوار اللي حصل لحظه اي انا اقول لك لان اللعب واقف هني حوار ليش ما تدخل حكم مساعد ردا عليه لان اللي حسبها الخامس لانه هو الاقرب ادري عارف إيه لانه ما يدري المساعد محمد المساعد قاعد يقول له ما يدري ايش قاعد هل قاعد يقول له بلنتي ولا بلنتي لا ابو محمد اللي حصل انه بعد ما انحسب البلنتي طبعا حكم الساحه اشر على طول بناء على اشاره من ترى مساعد موجود ولا اشر على البلنتي وجهز الكرت الاحمر لان العقوبه صح كلام ابو مشاري اي معاك جهز مشاري شوف الحين احنا قاعد نسولف صار لنا ثلاث دقائق ايه؟ زين وشاف الطرد تدري شاف البنالتي للسهيل ليش ما قال حق الحكم تدري شنو الخلاف ليش ما ناداه تدري شنو الخلاف اللي هيج الملعب انه وهو حديثه راح عند الحكم الخامس عرفت الحين الحكم اللي بالساحه ما جاوبنا على السؤال انا قاعد اقول لك هذا انت ليش قاعد تعقوب انا سؤالي واضح بقول لك النقطه المهمه اللي انت ما يلا قول خلي التصوير النقطه المهمه ان الحكم بعد ما حسب بلنتي يبي يتخذ قرار اداري فيها ما درى الحين انا حسبتها بلنتي بتاخذ قرار اداري راح اتجه حق الحكم الخامس اوكي خذ القرار الاداري كلم الحكم الخامس منو المتسبب الحكم الخامس قال ما ادري هذه الكلمه ما ادري كله عطى طرد شو ما يدري عطى طرد يا حبيبي مجهز قرار اداري فيها عطى طرد الله الكرت لغى كل شيء لان الحكم يا ابو مشاري انا اقول لك شغله الحين راح لان لاعبي خيطان يا ابو مشاري اسمعني لا انا قاعد اقول لك لاعبي خيطان كلهم اسمعوا الحكم تفهم سؤالي انا قاعد اقول لك شنو السؤال لاعبين الخيطان خليني اوضح لك اسمع يا اخي دقيقه بس هو لاعبين الخيطان اسمعوا الحكم الخامس يقول حق الحكم ما ادري من اللي طيب فعرفت فهو كل لاعبين خيطان بالساحه الحكم ما يدري عرفت هذه الكلمه فانا كحكم نص بحسب ترى قرار جريء وانا اساسا مو شايف عطى كرت احمر كل هذا الشال كله لغى سؤال عزيز يقول وانا اعتبره قرار الحكم يعقوب نطر الوقت هذا كله وما تدخل مع الخامس والرابع اي صحيح ما يعرف قرار شنو ما يعرف قرار يبا عيد اللقطه تكفى يا ابو تركي الله يلهين عيد اللقطه من الاول لحظه عيد اللقطه من الاول انا راح اقول لك انا بوريها انا حاضرها وانا شوف 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 بسعود لا حكم اللايمن ما كان عارف شو القرار حكم الساحه يا ابو حسين الحين ني اعطاه الحين لحظه الحين صفر حكم صح صفر شنو قال وبيطلع الكرت قال بلنتي قال بلنتي هذا قرار راح حق السهيل حق الخامس سولف وياه
شنو ما ادري شنو ما يعرف رقم اللاعب كان يقول له والله ترى في لاعب ما ادري ما اعرف اسمه يستحق طرد. عرف اللاعب اسمعني اسمعني طول بال الحين شوف كم الحين صار لي سولف وياه دقيقه ونص دقيقتين دقيقتين ابي السهل ليش ما قال له ترى تعال انا اتخذ غرار الحين اوكي يلا اتخذ غرار طيب لحظه انطر طول بعد انا اللاعب تدري ايش حق الحكم انا اقول لك شوف الحين مو قاعد يسولف وياه طبعا السيل للحين ما تدخل الحين قاعد يسولف ما اتخذ غرار السيل ما تدخل الحكم ما اتخذ غرار الحين قاعد يتناقش وياه منو صاحب المخالفه شنو راح قال ما ادري شنو سوى الحين الحين سولف وياه شوف على الحين ترى السيل ما تدخل ها اوكي روح الحين قاعد يسولف فيها ومتناقش يا منو اللاعب منو ما خذ القرار الاداري راح خذ القرار الاداري عطى طرد لسهيل ما تدخل اوكي قاعد يسولف وياه الحين اللاعبين محتجين الحين يقول له انا اصلا مو بالجول انا على الجنب هو ايش قاعد يقول الحين لسهيل ما تدخل ايه ايه. انت فاهم كلامك وياك وياك لسهيل وينه من طلع مو دوره اساسا لسهيل لانه دخله هو شلون مو لحظه بس بالاخير راح دقيقه بس دقيقه تقول مو دوره هو تدخل ولغى البلاء لغى كل شيء شلون مو دوره قصدي بس انه متاخر يعني انه باللحظه الاخيره يوم راح حق مراقب الخط احنا القصدي عرفت يوم راح حق مراقب الخط هو تشاور معاه طالما انا مو عارف منه المتسبب فالحكم لغى الهدف بناء على هالشيء احنا القصد ابو سعود احنا نطالب دائما الحكم الخامس بالتدخل وتدخل الحكم الخامس يوم ما تدخل صار في مشكله اي وخرب بس الحين اكمل بس انا كلمه نقطه واحده عندي الحين يعني لما راح الحكم لا محمد العلي عدل احمد العلي راح حق يعقوب سهيل وبالطريقه اللي قالها يمكن قال بالطريقه هذه يعني في المباراه مو بلنتي ولا طرد العب شوف لا الحين يسولفون الحين ليش لا الحين احمد العلي ما تكرر السؤال الحكم الخامس قال له لحظه ما راح للحكم لا الحين اشوف الطريق خلاص يلغي الحين راح حق الحين راح حق شوف راح بعد خمس دقائق راح حق مراقب الخط اي اوكي يبي يعرف اللاعب اللي طلعها ليش انا دام لا عطى كرت احمر يا ادري عطى كرت احمر بناء على الخامس بعدين الخامس قال ما ادري ليش طول اي بس قاعد اقول لك ما هذا اللي طول زين الحين شكك كلمه ما ادري شلون حسبها ويقول لك ما ادري خلاص لغى الحين شوف الحين شوف الطريقه شوف الطريقه ترى الطريقه سهله واضح ما ايه؟ ما فيها خلل بالعكس انا شايفه قرار جريء طالما حكم الساحه ايه يحسب لدخل يعقوب يعقوب سهل الامانه احنا شفناها اللقطه البطيء واضح انه بالركبه اللي قاعد نشوفه احنا ويشكر عليه يعني تحسب الحكم يعقوب سهل الامانه ما دام هو ابعد من الحكم الخامس احنا نطالب ان الحكم الخامس يتدخل خلاص شنو انا كنت اتمنى من يعقوب يتدخل من اول دور من اول ما حكى هذا يمكن خلاف بعدين انت شايف ابو سعود انت شايف انه احمد العلي احمد العلي كذا مره قاعد يروح للخامس وقاعد يكلمه يبي المعلومه الخامس كنا مواثق مو عارف منو مو عارف رقم اللاعب ما اقدر انا اعطي زين احيانا ابو سعود بعض الحكام ما يعطون ما نبي نقول يعطونهم الثقه ما يعطي الحكم الخامس صلاحيات يقول لا تتدخل الا مثلا الحالات مثال بس يقول الخط بس غيره ما يتدخل أيوكي. اليوم الحكم احنا دائما نطالب انه يعطون الصلاحيات اليوم عطاه الصلاحيه والحكم الله يسامحه هو اقرب ها اكيد اخطا في القرار يعقوب سهيل انقذ الموقف شوف يعقوب المشكله والله احنا تبي الصراحه طيب المشكله ان الحكم الخامس 3-4 امتار ويعقوب سهيل على فكره هم بعد احمد العلي يحسب له إن ما كابر طالما كابر انا اكابر اني خلاص صفرت بلنتي لا استشف الموضوع وعرف ولغى الهدف ولغى البلنتي بالعكس هذه جرأة من جراءه معلومه ابو مشاري معلومه لان مو هو الحكم الخامس اقرب فاكيد اني باخذ على الحكم الخامس مباراتكم اليوم يقولون ما في ساعه ما في ساعه عطلانه وما في شرطه ولا في اسعاف ما يو كلش والله شوف انا شرطه اليوم بالداخليه ما الومهم في بس سيكل واقف عند الباب برا بس لا تلومهم عاشوراء كل المناطق لا تلوم الداخلية لا تلوم بس الإسعاف مو موجودة والساعة أنا كلمت أعضاء بس إدارة اليرموك قالوا الساعة شقالة الصبح متشيكينها وكذا وكذا والحين فصلت لا منظرها بعد يعني مو شاشة عرفت اللي يعني كنا تلفزيون خربان يعني مثل شيء أزرق اي ملعب يا عبد الله خليفه يا سلام ومشكله بكره مباراه بعد بكره سوبر هذا الملعب تو جديد ترى وبكره سوبر ملعب القادسيه والكويت سوبر 19 مفروض الساعه تكون شغاله وكل شيء شغال بالنسبه بالكويت يعني اتكلم كل شبابيه اي ملعب جديد ملعبنا تقول توم تو فاتحين السنه اللي فاتت يبقى توم ملعبنا توم ملاعبنا من ملعب الجهره اي سنه صار خيطان تضامن النصر
سالمية اللي يرموك الحين خمس اندية بعد في يمكن نادي ناسي اخوان توم كلهم نفس التصميم والله ما عندي التصميم ونفس الصيانة ونفس الساعة يعني اكيد يعني انا اشوف هذا اليوم وعلي اهم شيء انا عندي حتى عندنا بالخليج بالامارات ترى يعني ملاعبهم لو تشوفها نفس نفسه او لا بعد اصغر ايه؟ لكن الارضيه تشوفها اكيد صيانه متابعه مو مغبر شوف نقاش الحكام لو تشوف نقاش الحكام شوف الملعب ورا الترتان ايه. انا حطينا احنا حطينا مباراه خيطان واليرموك حطينا لما مراسلنا قال ترى ما في ساعه وما في سياره اسعاف وما في رجال شرطه حطينا الخبر عند بحسابنا في تويتر وطبعا الاخوان دزوا حق الاتحاد الكويتي ودزوا حق الهيئه العامه للرياضه اللي يعني ايش قال ايش قال انا عجبني تعليق اخونا ادواردو الهلال اتمنى مخرجنا بس اذا يعرض التغريده اخونا ادواردو الهلال انا يعني طبعا كل التعليقات بصراحه فيها سخريه لكن اخواننا اخوي ادواردو الهلال كتب الدورات الرمضانيه ما سوت كذا على قولته يعني يقول الدورات الرمضانيه ما سوت كذا والله يعني ما هذا اقرب والله دور رمضانيه لما تنقل الساعه شغاله الملعب نظيف بس على فكره الكراسي والامور هذه نظاف يعني طيب. هذا بس عندك الساعة أنا بختم قبل لا أختم إحنا كالعادة يعني الإخوان نشكر رعاتنا وداعمينا منهم الإخوان في أطياب المرشود يعني الشكر لأخوي عبد اللطيف الأيوب وأخوي وليد المرشود دائما يتابعون يعني ما يطرح في البرنامج وما يشاهدون أيضا فالإخوان أخوي عبد اللطيف وأخوي وليد المرشود مشكورين عاجبهم التفاعل اللي يصير في وسائل التواصل الخاصة في قناة الـ ATV يعني أخونا يعني عبدالله نيابة عن كل الأخوان في المسؤولين أو اللي ماسكين وسائل التواصل في قناة الـ ATV يعني أخونا عبدالله أبو زينب الأخوان حابين يكرمونك في أطياب المرشود هذا التكريم البسيط الاخوان يقولون مشغول على الكمبيوتر الله فهذه الهديه من الاخوان اي والله فاحنا مشكورين يا اخواننا طياب المرشود نشكرهم ونشكر اخونا عبد الله والاخوان اللي معاه بالضبط يعقوب الفضلي اخونا احمد اخونا محمد مرسي الاخوان اللي ماسكين يعني وسائل التواصل في الاي تي في لو تلاحظون موقعهم او حسابهم اول باول ما يعرض في البرنامج عبد الله منه ابو شملان تقصد لا ابو زينب فالح العوده ابو زينب انت قلبك قلبك متعود على ابو زينب شوف صار له سنتين ابو زينب ابو زينب فالح العوده ابو زينب فالح اسف والله سموحه يا سموحه يا ابو زينب عموما مشكور يا ابو زينب رايتك بيضه مشكور يا اخوي يعقوب الفضلي هذا تكريم يعني بسيط مو قدركم لكن شيء طيب اليوم الاخوان في اطياب المرشود يعني قاعد يشوفون شغلات في برنامج الديربي او في قناه الاي تي في وقاعد يعني يدعمون بالضبط برنامجهم اساسا البرنامج برنامجهم نعم فالشكر لهم الشكر لرعاتنا وداعمينا كيو 8 تريد سيام مطعم سيامي قسطة بن العميد طياب المرشود كناف وعجين دير اندير ومعرض بريمير سبورت وكلاجي فوزيوس في الكويت نذكر ان باكر وعقبه ان شاء الله الاخوان في برنامج وانتو راح يكونون معاكم احنا راح نعود ان شاء الله يوم الخميس في حلقه جديده من برنامج الديربي مشكور صلاح مرزوق مشكور سلم عليك بسعود اخوي احمد مدير فرع ارمني بالافنيو من اشد المعجبين فيك وبالبرنامج سالم مبارك سلم عليه مشكور يا عبيد منور فيك مبارك مشكور مبارك الدوسري ما سلم عليه قال بس ما سلم على لا لا خل عادي بس مو عجبتك فمنو احمد مدير ارمني الله يسامحك مو عجب اي معجب معجب بادائه الحين يهد يهد بومشاري ويروح يعجب هلا مو معجب لا شوف شطيره ما اعجب شيء ثاني غيرت حسن الله تغير رايك مشكور اخوي سلطان فرحان نلقاكم ان شاء الله الخميس فجر الجمعه الى اللقاء